وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في فقه السادة الشافعية من حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. فصل في بيان النجاسات وإزالتها. وقلنا باختصار أن النجاسات هي كل ما يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، إن كانت على البدن أو الثوب أو المكان. كل النباتات طاهرة إلا ما صار خمرا فتنجس، فتكون الخمرة نجسة. باختصار كده هنقول الأول كلام باختصار، كل النباتات طاهرة، حتى الأفيون، حتى الأفيون، حتى الحشيش، حتى الحشيش، حتى كل ما يذهب العقل، حتى كل ما يذهب العقل من النبات، إلا إذا تخمر فصار خمرا كعصير العنب تنجس. هذا من ناحية النبات. نيجي للحيوان، كل الحيوانات في حال حياتها طاهرة إلا الكلب والخنزير. الكلب والخنزير في حال حياتهما نجسين، وما تولد منهما أو من أحده. فإذا مات الحيوان فكل الميتات نجسة. الحيوان إذا مات صار ميتة، فكل الميتات نجسة مطلقا إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالحشرات. سهلة. وكل ما يحل أكله من الحيوان إن مات بغير زكاة شرعية صار ميتا نجس، فإن زكي بزكاة شرعية بالشروط التي نعلمها في كتاب الذبائح إن شاء الله طاهر. وزكاة الجنين بزكاة أمه، فيكون الجنين في بطن المذبوح طاهر بعد تزكية الأم زكاة شرعية. والمنفصل من الحيوان في حال حياته له حكم ميتته، فإن كانت ميتته نجس فنجس، وإن كانت ميتته طاهرة كالأدم فطاهر. فإذا فصلنا لية الخروف في حال حياته يكون المنفصل نجس، له حكم ميتته، فالخروف إذا مات بغير زكاة شرعية ميتته نجسة، فإذا انفصل منه في حال حياته شيء كان له حكم ميتته، إلا الشعر والصوف، إلا الشعر والصوف. وأبوال وأرواث وألبان، كل الأبوال والأرواث والدماء نجسة من كل حيوان مطلقا حتى الإنسان. الأبوال والأرواث والدماء نجسة من كل حيوان حتى الإنسان إلا الأنبياء، فأبوالهم وأرواثهم أو برازهم ودمهم طاهر للأنبياء فقط. حتى مأكول اللحم، حتى مأكول اللحم بوله وروثه ودمه نجس، هذا عند الشافعية خلافا للمالكية استثنوا مأكول اللحم فقالوا بوله ودمه وروثه طاهر في مأكول اللحم، أما الشافعية فالكل عندهم نجس. ويعفى عن القليل من أرواث وأبوال مأكول اللحم إذا اختلط بلحمه حال زكاته.
إلا ما كان أصلا للحيوان كالمني والبيض فطاهر، إلا ما كان أصلا للحيوان الذي يلد أصله مني والذي يبيض الطائر أصله بيض، فكل ما كان أصلا للحيوان كالبيض والمني فهو طاهر. نصحح ما قلناه أن بيضة الحدأة نجسة، لا طاهرة لأنها أصل الطائر، قلنا هذا خطأ في الدرس الماضي فنصححه اليوم. كل ما كان أصلا للحيوان كالبيض والمني فهو طاهر، إلا مني الكلب والخنزير، إلا مني الكلب والخنزير. فالصديد نجس لأنه دم متغير، قلنا أن الدم نجس، تيجي تسألني الصديد ما هو دم متغير يبقى نجس برضه، تولد من نجاسة نجس. تسألني الماء الذي حول الجنين في المرأة الحامل عندما تضع جنينها، هذا الماء نجس، ولكن ما ليس له وعاء كالعرق والدموع والريق مستقذر طاهر، إلا من الكلب والخنزير، إلا من الكلب والخنزير كالعرق والدموع والريق والنخامة. هذا باختصار كده تقريبا عرفنا مجموع النجاسات باختصار، قد يقابلنا في تفصيل في أثناء القراءة، وهناك بعض المعفوات نقرأها إن شاء الله في أثناء الباب، لكن هذا باختصار. يجب على كل مسلم يعرف هذه التقسيمة حتى يكون ذهنه واضح ما هي النجاسات وما هي غير النجاسات. ثم نأتي بعد ذلك بتعريف النجاسة. لغة هي كل مستقذر، لغة كل مستقذر، ففي اللغة يدخل الريق والعرق والمخاط، في النجاسة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي، لكن بالمعنى الشرعي أضيق. فنريد أن نعرف تعريف، نعرف النجاسة تعريفا شرعيا يدخل فيه كل نوع من النجاسة ويخرج منه كل مستقذر ليس نجسا. الفقهاء عايزين يعنوا، يريدوا أن يعنوا بوضع تعريف جامع مانع، جامع أي يجمع كل أفراد ما يحمل نفس الحكم ويمنع دخول غيره فيه، يبقى اسمه تعريف جامع مانع. واليوم نقرأ التعريف الذي ذكره ابن قاسم الغزي في شرحه، وهو تعريف للنجاسة مطول اعترض عليه الشيخ البيجوري، لأنه قال أن شرح ابن قاسم مبني على الاختصار، فكان الأولى أن يأتي بتعريف مختصر، ولكن هو جاء بتعريف مطول للنجاسة حتى تخلو منه بعض المطولات، لكن لا بأس نذكره ونقرأ تعليق الشيخ البيجوري عليه. فيقول: كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. ده التعريف اللي اختاره للنجاسة. كل عين حرم تناولها، يعني يحرم تناولها أي شربها أو أكلها أو التضمخ به، على الإطلاق يعني قليل زي كثيره، حالة الاختيار حتى يخرج حالة الكراه الإكراه أو الضرورة زي أكل الميتة. هو قال حالة الاختيار هنا علشان يدخل الميتة، لأن الميتة نجسة وتتناول حالة الضرورة مش في حالة الاختيار بالرغم نجاستها، مش كده؟ فقال حالة الاختيار هنا عشان يدخل الميتة في النجاسات فلا يخرجها، فهو قيد للإدخال لا للإخراج.
مع سهولة التمييز، مع سهولة التمييز عشان يخرج دود الفاكهة ودود المش ودود الجبنة، لأن قد لا تميز بينها، فأراد مع سهولة التمييز علشان يخرج دول من نوع النجاسات لأنها معفوة عنها، لأنها لا نفس لها سائلة. وإن كان لا يجوز أن الإنسان يتعمد أنه يجمع هذا الدود ويأكله لأنه مستقذر، مش كده برضو؟ لا لحرمتها، يعني لا لكونها لها حرمة، مش لا لحرمتها يعني لكونها محرمة، لا، لا لحرمتها أي لا لكونها لها حرمة في الشرع الشريف كميتة الآدمي، فالميتة الآدمي له حرمة، مش كده برضو؟ ميتة الآدمي طاهر ولا يجوز تناولها على الإطلاق، لا لكونها نجسة بل لحرمتها لأن لها حرمة، ولقد كرمنا بني آدم، مش كده برضو؟ فالحرمة هنا من باب، لا من باب الحرام بل من باب الاحترام التكريم، لا لحرمتها ولا لاستقذارها علشان يخرج الريق ويخرج النخامة ويخرج العرق ويخلق الدموع لأنها مستقذرة، مش كده برضو؟ والإنسان لا يتناولها، بس مش لكونها نجس، لكونها مستقذرة، مش كده برضو؟ ولا لضررها في بدن أو عقل علشان يخرج النباتات الضارة السامة وهي طاهرة، زي الأفيون وزي النباتات السامة، طاهرة لكنها مضرة في البدن والعقل، فيحرم تناولها على الإطلاق، يحرم تناولها على الإطلاق لضررها في بدن وعقل، لا لكونها نجس. فهمت بقى التعريف؟ نقرأ شرح الشيخ البيجوري عليه، يقول: كل عين، أي كل فرد فرد من أفراد العين، فإدخال كل في التعريف لشمول جميع الأفراد، لأن كل دي لفظ التعميم عموم، فأراد أن كل الأفراد اللي يندرجوا تحت هذا التعريف اللي جاي لهم حكم واحد وهو نجس، فجاب بكل عشان يدخل كل الأفراد. واحترز بالعين اللي هي ما له جرم محسوس يرى يحس عن الريح، لأن الهواء المنبعث من النجاسة ليس نجس، كالريح الذي يخرج من الدبر ليس بنجس، بالرغم أنه منبعث من النجاسة وهو الغائط الموجود في جوف الإنسان أو في جوف البهيمة، لكنه طاهر. وكذلك إن كان ماتت ميتة وخرج منها بعد تعفنها رائحة، وهذه الرائحة غيرت طعم الماء الذي يجري بجوارها، فهذا الماء طاهر بالرغم تغير طعمه بالإيه؟ بالاسترواح، لأن الرائحة ليست عين، الريح ليس عين، فكلمة عين خرج الريح. فهمت كلام الشيخ؟ لما يقول لك كلمة عين يعني ترى بالعين، يعني شيء محسوس، إنما الريح أنت بتشوفه؟ ما تشوفوش، يبقى خرج بكلمة عين. واحترز بالعين عن الريح فهو طاهر وإن لاقى النجاسة، لأن لو الهوى هيتنجس بالمرور عن النجاسة كنا زماننا ما نعرفش نعيش أبدا ولا نعرف نصلي، لأن الهوى طول ما هو ماشي ماشي بيعدي على بعض النجاسات ويجي على ثوبك، فلو قلنا بنجاسته بمروري على النجاسة يبقى هتصلي إمتى؟ مش هتعرف تصلي أبدا، مش كده برضو؟ يبقى من رحمة ربنا إن جعل النجاسات أعيان ولم يجعلها إيه لها رائحة، فهم؟ يعني عفى عن رائحته. فهو طاهر، يبقى الريح طاهر وإن لاقى النجاسة، يعني مر عليها، كالريح الخارج من الدبر، فلم يدخل في التعريف لأنه ليس من أفراد العين، لأنما يقول لك عين يعني يرى بالعين، مش كده برضو؟ أو له جرم يحس. كل عين حرم تناولها، أي تعاطيها، تناولها يعني تعاطيها أكلا أو شربا أو غيرهما، أن يمسح بها جسمه، يضمخ بها جسمه، يجعلها مثلا على شعره،
يدهن بيها شعره، كل ده ما ينفعش. ما يجيبش شحم خنزير يحطه في الكريم ويستعمله على شعره، في بعض الشحوم الخنزير داخله في بعض كريمات الشعر، ما ينفعش. ليه؟ لانه حرم تناولها، النجاسه يحرم تناولها، وتناولها يشمل كافه انواع الاستعمال، اكل او شرب او تضمخ او دهان او اي حاجه. شفت كلمه الشيخ بقى بيقول تناولها عشان ايه؟ يعني يقول لك تعاطيها اكلا او شربا او غيرهما، وخرج بذلك ما لا يحرم تناوله. يبقى لما قال حرم تناولها خرج ايه؟ كل الاعيان التي يجوز تناولها، زي الخبز وزي اللحم الطاهر وزي اللبن وزي كل حاجه، مش كده برضو؟ اما يقول لك كل عين حرم تناولها يبقى خرج كل ما يحل تناوله. شفت كلام الشيخ مهم. وخرج بذلك ما لا يحرم تناوله كالخبز ونحوه فإنه طاهر. وقوله على الإطلاق، كل عين حرم تناولها على الإطلاق، كلمة على الإطلاق دي مهمة عشان يقول لك القليل زي الكثير مطلقا. لكن لو قال حرم تناولها وسكت تقول محتمل يبقى قليل ومعفو عنه وكثيره بس هو اللي يبقى حرام، مش كده؟ لا، هو عايز يجيب لك التعريف زي لغة المصريين ما يخرش المية، ولا بلغة السباكين، بلغة السباكين يقول لك التعريف ما يخرش المية، واخد بالك؟ دي كلام المصريين، يعني ما يخرجش منه حاجة هي مطلوبة تبقى منه، ادي معنى ما يخرش، يعني ما يسقطش منه حاجة. حرم تناولها على الإطلاق متعلق بحرم، يعني كلمة على الإطلاق كل حرف جر له متعلق، تعلق بإيه؟ بفعل قبله. تقول أنا، تقول ذهبت إلى المدرسة، فإلى المدرسة دي جملة شبه جملة، جر ومجرور، متعلقة بذهبت، متعلقة بالفعل المذكور قبلها. كذلك هنا على الإطلاق جر ومجرور شبه جملة متعلقة بالفعل قبلها حرم، يعني حرم على الإطلاق، حرم مطلقا. فهمت كلام الشيخ؟ مطلقا يعني قليل ككثير، نقطة بول زي أبريق بول، نقطة بول وقعت في طشة المية زي أبريق بول وقع في طشة المية، الاثنين خلوا طشة المية ده كله أو بستلة المية دي كلها نجس، طالما أقل من قلتين، مش كده برضه؟ وقوله على الإطلاق متعلق بحرم اللي هو الفعل الأول، ومعنى الإطلاق عدم التقييد بقلة أو كثرة، يعني مطلقا، يعني سواء قليل أو كثير. ولذلك قال الشارح: ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها. فاهم كلام الشيخ؟ وخرج بذلك ما يباح قليله، في بعض الأشياء يباح قليلها ويحرم كثيرها، كالبنج. مش البنج ده بيزيل العقل؟ يزيل العقل، يباح قليله بقدر إزالة العقل على قدر ان احنا نعمل العلاج المطلوب المؤلم للمريض. لو زاد عن حده بقى سام يموته يبقى حرام كثرته، لكن قلته مباح. وعشان كده قال لك على الاطلاق خرج ما يحرم، ما يحل تناوله بقلة مش بكثرة. فيخرج البنج، يخرج الافيون، ما هو الافيون بيستعملوه كمسكن، مورفيا، في امبولات اسمها مورفين، دي افيون تديها للعيان بعد العملية، بتدي له بجرعة ضئيلة. فهمت ازاي؟ فهو خرج لك الحتة دي. اما يقول على الاطلاق يبقى يخرج ما يحل تناول قليله دون كثيره. فهمت المسألة بقى؟ خد بالك من كلام المشايخ ده، لانه يعني بيتوزن احسن ما يتوزن الذهب واغلى من الذهب. وبذلك وخرج بذلك ما يباح قليله ويحرم كثيره، كالبنج والافيون والحشيشه وجوز الطيب فهو طاهر. لان ده لا يحرم تناوله على الاطلاق،
ده يحرم تناول الكثير منه، ولكن القليل ممكن تحط شوية جوزة الطيب على 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 2-3 كيلو بن، ما يجراش حاجة، تمشي الأمور، قليله يمشي لكن كثيره لأ. هو أصلا مش نجس، بيحطوه أحيانا في بعض الأدوية، في بعض الأدوية والعقاقير جزء من تركيبات بعض الأدوية، وإن كان الوقت مش موجودة بس كان زمان بيمر بالمراحل دي. حالة الاختيار، شوف كلمة حالة الاختيار، كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار، عشان يدخل لك الميتة نجسة لأن بتتناولها عند الاضطرار وهي نجسة. لو ما قالش على الاختيار، حالة الاختيار دي كانت الميتة تخرج، كانت الميتة تخرج، تخرج من نجاسات، تسقط تبقى طاهرة. هو عايز يدخل الميتة في النجاسات بالرغم انك انت بتتناولها بس حالة الاضطرار، تتناولها حالة الاضطرار، فراح حط كلمة حالة الاختيار عشان يروح مدخل الميتة في النجاسات لحسن تسقط منه، كانت هتسقط منه فشقطها وحطها معاه في التعريف. واخد بالك ازاي؟ بكلمة حالة الاختيار، ما هو مش عايز حاجة تخر منه في التعريف، مشايخ بقى علماء. فحالة الاختيار خرجت حالة الاضطرار، حيث يباح شرعا تناول الميتة وإزالة الغصة بالخمر مع كونهما نجسين، مش كده برضو مهمة؟ يبقى حالة الاختيار قيد للإدخال لا للإخراج، قيد لإدخال الميتة وليس قيدا لإخراج غيره، لأن أحيانا القيود تكون للإدخال وأحيانا تكون القيود للإخراج. في التعريفات كده ساعات تقيد علشان تخرج، فإحنا ما قلنا كل عين خرجنا الريح، يبقى كلمة عين قيد للإخراج، مش كده برضو؟ خرجنا الريح. ولما قلنا حالة الاختيار أدخلنا الميتة، يبقى أحيانا تكون القيود في التعريفات للإدخال وأحيانا تكون القيود في الإيه في التعريفات للإخراج. واضحة؟ سهلة. العلم عايز برايق وتوكل على الله ورضا بما أقامك الله فيه، تقعد مهموم بالرزق ما تنفعش تتعلم، تقعد زعلان وتهقان من اللي انت فيه ما تنفعش تتعلم، مش راضي على اللي أقامك ربك فيه مش هتعرف تتعلم ولا تحفظ قرآن ولا تعبد ربك. العلم عايز بال رايق قوي، والبال الرايق قوي توكل على الله قوي، قناعة قوي، رضا قوي، مستريح قوي، مفيش ضغينة في قلبك لأحد. إنما هات واحد بقى قاعد بيفرك قلبه وعايز يأذي غيره، وكاره فلان ومتضايق من علان وبيحسد فلان وعامل قضية ضد فلان وعامل بلاغ بوليس ضد علان، ومش مبسوط من وظيفته ولا مبسوط من مراته ولا قانع بعياله ولا قانع بشهادته ولا فرحان بابوه ولا فرحان بحاجة خالص، هيقعد يسمع الكلام ده هيفقر وتنه ماشي، لأنه ما ينفعش، مش طالب علم. طالب العلم أول حاجة في أدب طلب العلم الرضا بما أقامك الله فيه والقناعة وعدم النظر لما في يد الناس وعدم الحقد ولا الحسد وعدم الحرص على الدنيا، عشان تبقى طالب علم بقى لله بقى، تقوم تقعد بقى تسمع كلام المشايخ تلاقيه أحلى من العسل، تقعد تقرأ كلام المشايخ الله الله، ولا كأنه اللي بيسمع أم كلثوم قاعد يسمع التعريف كده، كل ما الشيخ يقول له حاجة يقول الله زدني يا عم الشيخ، ولا أحسن من أم كلثوم عنده. ليه؟ لأنه شايف قيمة هذه الأشياء، عرف أنها قيمتها عالية، لأن دي عصارة فكر المسلمين على مدى قرون طويلة لحد ما يصطلحوا تعريف زي ده ممكن يمر عليهم 400 سنة يقعدوا يتناقشوا 400 سنة يتناقشوا، ويقول لك لا شيل دي، لا حط دي، لا دي أحسن، لا دي أقوى، لحد ما خلاصة فكرهم على مدى 400-500 سنة تقعد أنت تقرأ بالراحة كده. فلما تستشعر انت ازاي هم اتفقوا على هذه التعريفات ووضعوها واختاروا هذه الالفاظ دون غيرها، تحب حلاوة العلم. مش هتحس بحلاوة العلم الا لما تبقى مسلم قلبك لربك ومسلم نفسك لربك. فهمت ازاي؟ وعشان كده ناس كتير ولكن مش عارف احفظ القرآن، لان انت اصلا غلاوي، هتحفظ القرآن امتى وانت بتغل للناس؟
ومش راضي عن نفسك ولا راضي عن اللي في جيبك، وبتشتكي من الاسعار، وحاسس ان الدنيا غلاء، ومستخون ربك لا يجوعك، ومستخون ربك لا يعريك. الان بتفرك في وظيفه وبتدور على وظيفه، وبتدور على الوظيفه ومش عاجبك الوظيفه، وراكب عربيه وبتبص على عربيه اللي جنبك، وعربيه اللي جنبك بصص لها، خدتها جبت زيها، بصيت لعربيه التاني، وهكذا. هتفضل طول عمرك كده متطلع الى ما لا نهايه، مش هتخلص، مش هتنفع تبقى طالب علم. خلاص بقى خليك بقى روح. فهمت ليه طلاب العلم قليلين؟ والمشايخ كمان اللي بيعلموهم قليلين. لان العالم الزاهد عمله نادره. العالم الزاهد عمره نادره. تملي العالم تبص تلاقي الدنيا تقبل عليه. بطبيعه الدنيا كده، اول ما يبقى عالم مبرز في علمه تقبل عليه الدنيا. فإن لم يكن زاهدا خلاص بقى هيبقى علمه للدنيا. يوم تلاقي ما فيهوش بركة، تلاقي علمه حلو وكل حاجة كده مترتب، لكن يا سلام تقعد معاه تمص شفايفك لما تجرحه، وأول ما تروح من عنده ما تلاقيش في مخك ولا حاجة ولا تأثرت. ليه؟ لأنه طمعان على الدنيا، باصص للدنيا. فالعالم الزاهد نادر، والطالب العلم الزاهد نادر. فضاع العلم بضياع العالم الزاهد والطالب الزاهد. فهمت بقى المسألة؟ نرجع تاني لإيه؟ لكلام الشيخ. حالة الاختيار زور، بلغة المصريين زور، يزور، اسمها غصة، غصة في حلقه. يعني لقى نفسه بيبلع، فوقفت الأكل في زوره هيخنقه، وما قدموش قدامه الا كوب خمر، يزق يسيغ الغصه بكوب الخمر ده بشربه واحده، مش يشرب الكوبايه كلها يربحها بقى، شربه واحده على قدر ايه؟ ها؟ اللي حصل، اللي حصل قدرا، احنا بنقول قدرا، ما يجراش حاجه. احنا بتعرف القدر ماشي ازاي. أقدارك ساعات تحط المسلم في ظروف صعبة، ربنا ينجيك وينجينا. بتحط المسلمين أحيانا في ظروف صعبة جدا، ربنا ينجيك يا سيدي وينجينا. واخد بالك ازاي؟ فاحنا مش عايزين نفول على حد، خلينا كده في الأمان والعافية. حالة الاختيار، شوف كلام الشيخ بقى، حالة الاختيار منصوب على الظرفية، أي في حالة الاختيار. حالة الاختيار، حالة كأنها وقت، كأنها ظرف، مش كده برضه؟ أي وقت الاختيار، حالة هنا بمعنى وقت، والوقت ده ظرف إيه؟ زمان. يبقى حالة الاختيار منصوبة على الظرفية، وأي ظرف ممكن تشيله وتحط مكانه فيه. واخد بالك؟ تقول في الاختيار، في وقت الاختيار مثلا. أي في حالة الاختيار، وإن أبيح في حالة الاضطرار كالميتة، فالاضطرار إنما أباح تناولها، فالاضطرار وإنما أباح تناولها ولم يخرجها من النجاسة. فهذا القيد للإدخال لا للإخراج. فهمت كلام الشيخ بقى؟ وإن كان ظاهر كلام الشيخ خلافه، ظاهر كلام الشيخ ايه؟ ان هو قيد للاخراج كالعادة، عادات القيود عموما التعريفات اللي عادتها تملي للاخراج غالبا، فالظاهر كده. لكن بيقول لك لا، انتبه، حالة الاختيار هنا ده قيد للادخال عشان يدخل لك الميتة. واخد بالك؟ لا قيد للاخراج. مع سهولة التمييز قيد تاني، كلمة مع سهولة التمييز دي قيد تالت او رابع، عد بقى زي ما انت عايز. متعلق بحرمة برضو، مع سهولة، مش مع دي حرف جر، مش كده برضو؟ سهولة، وإن كانت مع يعني بيسموها ظرف، بس بتعمل محل كأنها حرف جر، تبقى شبه جملة. واخد بالك؟ ما هو الظرف بيجي بعدها مضاف إليه، فهي كأنها شبه جملة، مش كده برضو؟ ظرف ومضاف إليه، أو حرف جر واسم مجرور، كل دول بيبقى لهم تعلق بفعل قبلهم. مع سهولة التمييز متعلق بحرمة، فيدخل في النجاسة دود الفاكهة والجبن ونحوهما. يبقى دود الفاكهة ودود الجبن دي ميتات،
ما احنا قلنا كل الميتات تبقى تنجس، مش كده برضو؟ ما لا نفس له سائلة، ميتته مش طاهرة، ميتته نجسة معفو عنها. فهمت ازاي؟ معفو عنها، يعني دبانة وقعت في الشاي يشربه، نجاسة معفو عنها. لكن فار وقع في الزيت مات، غرق في الزيت، ميتة الفار نجسة، مش كده برضو؟ لكن وقع في الزيت قعد يعوم وطلع من الناحية التانية طاهر، استعمله، حمر فيه البطاطس، مش فيش مشكلة، ما يجراش حاجة. ما انت يعني بتشوف اللي بيحمروا فيه الطعمية جراله ايه قبل ما يحمروا فيه الطعمية، ربنا ينجيهم. لكن الفار راح وقع في الزيت مات، تنجس الزيت كله. ليه؟ لان ميتة الفار نجسة، مش كده برضو؟ لا يجوز اكل الفار الغيطي. واحنا صغيرين كانوا الفلاحين نسمعهم يقول لك انا اصطدت فار غيطي وعملت عليه ملوخية زي الارانب، حرام، لا يجوز اكل الفار ولو كان كبير الحجم. في الارياف ساعات يعملوا الحركة دي، سمعتها؟ سمعتها؟ حرام، يحرم اكل الفأر لانه ليس مما يحل اكله، لا يحل اكله ولا يقاس على الارنب. فهمت؟ خد بالك. ويشربوا اولادهم لبن الحمير، لبن الحمير حرام لانه نجس، يحرم تناوله على الاطلاق، لبن الحمار، لان لا يحل اكل لحمه، فما لا يحل اكل لحمه يبقى لبنه نجس، مش كده برضه؟ ما ينفعش تحلب الحماره وتشرب كوبايه شاي بلبن الصبح بلبن الحمار اللي هي لحم الاتانيا، الا ان تكون حماره او اتان وحشي، لان الحمار الوحشي يحل اكله، يحل اكل الحمار الوحشي ويحرم اكل الحمار الاهل. فلبن الاتان الوحشي، الاتان انثى الحمار زي النعجه انثى الخروف، مش كده برضه؟ يبقى لبن الحمار نجس، الحمار الاهلي، مش كده برضو؟ تاخد بالك، لان في الارياف ساعات يشربوا ولادهم لبن الحمير، حرام لانها نجاسه، يحرم تناولها على الاطلاق، قليل وكثير. ها؟ والصعيد ساعات يقول لك كده. ها؟ ده حرام تناول دمه ولبنه. ما هو طاهر، حي طاهر، ما احنا بنقول انه حي والحمار نجس. ما انت بتركب طول عمرك الحمار وتروح البلد الثاني. حمار الاهلي؟ اللي اعرفه ان الحمر الاهلية حرام، والحمر الوحشية حلال، وسيدنا رسول الله احلها احيانا وحرمها مرة تانية مع زواج المتعة، وانتهى في عام خيبر حرم الحمر الاهلية وحرم زواج المتعة كله مرة واحدة في عام خيبر، وانتهى الامر على هذا، ولم يأخذ في زواج المتعة بالتحريم الشيعة، فأجازوا زواج المتعة إلى يومنا هذا. والمسلمين أهل السنة يقولون أنه حرام مطلقا. نسأل بتوع الشيعة بقى يا سيدي. ها؟ بلا قيود. أيوة بلا قيود. الحصان يجوز أكله. طبعا الحصان يجوز أكله. حلال بلاه. الصحابة كانت في الغزوات ساعات يذبحوا حصينة ياكلوها في الغزوات، الحصان يجوز اكله، امال ايه؟ كل ما عدا اللي تقرف منه. ها؟ البغال متولد من ايه؟ لو كان من اتنين حلال يبقى المتولد منهما حلال، يعني حصان بري مع حمار وحشي، جابوا بغل كله. ما خلاص ما تعرفش، يبقى يغلب التحريم احتياطا، واخد سهله، واخد، لان الحلال واسع. لكن لما يبقى من ايه، من حصان وحمار اهلي، اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، القاعده كده احفظها، حطها حلقه في ودانك، اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، سهل. غلب الحرام احتياطا، احتياطا. نزى كلب على نعزة، على عنزة،
معزة يعني، فراحت مخلفة خروف ابن كلب. نفرض هذا، نفرض ما بيحصلش بس نفرض عملوا كده في نظام الاستنساخ، جابوا ماني كلب حطوه في رحم معزة، مش ممكن يقعدوا يلعبوا كده؟ ما هو قاعدين بيلعبوا في التجارب الوقت، هتطلع لك معزة بنت كلب حرام أكلها لأن اختلط الحلال بالحرام. يجي يقول لك يجوز أكلها ولا لا؟ دي نازلة حتى بتمأمأ، حتى والله لو قالت ميت ماء وقالت ووتر كمان برضه ما ينفع. فهمت ازاي؟ ليه؟ لأن اختلط الحلال بالحرام، غلب الحرام على طول، تبقى سهلة. يبقى المسلم كده ماشي على نور، حتى لو فاجوك هم بحاجات غريبة تبقى أنت عارف أحكام ربك، تعرف تحل المعضلات على طول وأنت جاهز. أدي مثل الفقه الإسلامي، إنه صالح لكل زمان ومكان. ما بيفاجئوش الفقهاء المسلمين بحاجة يقعدوا يفكروا، لا، فقهاء المسلمين جاهزين، لأن عندهم الحس الفقهي وعندهم القواعد الفقهية وعندهم أصول الفقه وعندهم بصيرة. أدعو إلى الله على بصير. فهمت بقى المسألة؟ فسهلة. ودي ميزة دراسة الفقه في الكتب المطولة، إن بيديك الحس الفقه، بخلاف ما تقرأ في كتاب إيه؟ ميكي جيب، بتقرا الفقه في ميكي جيب، ما ينفعش، هتطلع برضه ملخص مسلم لكن مش هتطلع مسلم ماله هدومه، ملخص مسلم، واخد بالك كده؟ ما تعرفش تنقل المعلومه لغيرك ولا لجيل بعدك. لكن علماء الاسلام على مر العصور كانوا حريصين ان يربوا المسلمين بطريقه بحيث ان هم يورثوهم هذا الدين كما ورثوهم من ابائهم، عشان يورثوه لمن بعدهم، مش انك انت تنجي نفسك وخلاص وتموت ومع السلامة. طب وتسيب اللي بعدك هيروحوا فين دول؟ لازم تسيب لهم قواعد واصول وطريقة تتفهم، لانهم داخلين على دنيا صعبة. فهمت ازاي؟ فلازم تورثهم العلم ده زي ما اهالينا واجدادنا ورثونا هذا العلم، على الاقل في الكتب، بلاش يعني بالتدريس. فخد بالك من كلام الشيخ. يبقى مع سهولة التمييز متعلق بحرمة، فيدخل في النجاسة دود الفاكهة والجبن ونحوهما، وإن أبيح تناوله. طول عمر أهل مصر بيأكلوا المش بدوده، ما حدش قال لهم حرام، لكن بينقي الدودة ويكومها كده ويغمسها، نقول له لا كده حرام، لأنه ده مستقذر وميتة. لكن لأنه يصعب التمييز تيسيرا على الناس، خلاص كله، كلت تمرة في الضلمة وكلتها وطلعت جواها دوده، خلاص ابلح يلا، اللهم اني لك صمت وعلى زكاة افطرت، وتروح بلع وراها شويه ميه وبالشفا وخلاص، فتحت مشمشه او ما فتحتهاش وكلتها طلع جواها دوده، كل عدي. فهمت ازاي؟ لاني لا يعني يصعب تمييزها. وإن أبيح تناوله مع ذلك لعسر تمييزه بحسب الشأن، بحسب الشأن يعني بحسب العادة الغالبة، الشأن الغالب. وإن كان بعض الناس تقعد تميزها بقى محنتف، تفضل تنقيه كده وتبعده بالشوكة وبالحطار في اللقمة وما يرضاش ياكله، ناس محنتفة بقى، وممكن كمان يغسل المش ويغسله مرة واتنين وينقعه في لبن ويحطه مش عارف ايه، يتعامل معاه معاملة معينة بحيث يبقى نظيف زي الفل، ما يجراش حاجة. لكن ده مش ملزم كل مسلم يعمل كده، مش ملزم كل مسلم يعمل كده، انت بقى راجل نفسك حلوة كل. فهمت المسألة بقى؟ ده حتى في ناس يقول لك يا المش ابو دود وده بيبقى طعمه حلو. انا والله مرة كنت في سوق في مدينة 6 اكتوبر كده معدي، فلقيت واحدة ست فلاحة بتبيع مش، وسايباه الدبان بيعف عليه. اصل الدود ده ايه؟ عباره عن الدبان يبيض، يقوم البيضه بتاعت الدبانه تفقس تقوم تطلع دوده. فهي الفكره كلها غطي المش بتاعك، ما تخليش الدبان يقف عليه، وشيله في الزلعه، عمر ما يبقى فيه دود. فبقول لها يا ستي غطي المش ده بعد شويه، بعد يوم واثنين وثلاثه من الدبان اللي بيعف عليه هتلاقيه مليان دود. تقول لي ده الناس بتحبه بتطلبه، بيقولوا ده مش يبقى قديم، يعني هي متعمده تعرضوا للدبان. حاجه سبحان الله، اول مره كنت اعرف ان في ناس بتطلبوا يعني بالاسم. خلاص كل فوله وليها كيال، بلغه المصريين يقول لك كل فوله وليها كيال. اذا وقع من تلقاء نفسه، بيسال الدود لو وقع في الميه، لو وقع من تلقاء نفسه لا يضر، لكن لو جمعت انت الدود
وحطيته كده وكبته في الكوبايه دي يدور؟ لان يصعب الاحتراز منه لصعوبه الاحتراز. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ربنا اراد علينا التيسير، سهله، ربنا يسر علينا، ادي كل الحكايه. والا لو هيعاملك بالطريقه دي هتعيش موسوس طول عمرك، لا هتعرف تشرب ولا تعرف تعيش ولا تاكل، ولازم تقعد بقى ايه تفلي كل فاكهه بتفتحها بالميكروسكوب، مش هتعرف تاكل ولا تعيش. فربنا سبحانه وتعالى عفى عنك عشان تعرف تعيش في الدنيا. بيقول بحسب الشأن وإن سهل بالفعل، خلافا لبعض المتأخرين. بعض المتأخرين قالوا إن سهل التمييز يبقى لا يعفى عنه مطلقا، لكن التانيين قال لك لا، هو الشأن كده في الغالب يصعب التمييز، عديها. ده المتقدمين. فهذا القيد أيضا للإدخال، وإن كان ظاهر كلام الشارح خلافه. إدخال يعني إيه؟ يعني أدخل دود الفاكهة ودود المشي، لأنه من المعفوات، نجاسة من المعفوات سهلة. قوله لا لحرمتها، قيد كمنه، لا لحرمتها، أي ليس تحريم تناولها لاحترامها. يبقى الحرمة هنا من الاحترام مش من التحريم، من الاحترام. لا لحرمتها، ليس تحريم تناولها لاحترامها وتعظيمها. فالمراد من الحرمة الاحترام والتعظيم، لا الحرمة الشرعية. وهذا القيد لإخراج ميتة الآدمي. ميتة الآدمي يحرم تناولها، مش كده؟ وهي عين وعلى الإطلاق، اللهم كده هتبقى نجسة. فراح قال لك لا لحرمتها، خرجها. كلمة لا لحرمتها راح مخرجها. شفت الدقة بقى؟ ما هي عين، مش كده برضو؟ يحرم تناولها على الإطلاق، وده تعريف النجاسة. تقول ميتة الآدمي نجسة، لا، ميتة الآدمي طاهرة. عايز يخرجها يقول لك لا لحرمتها، خرجها ببساطة بجمال وبحلاوة. فهمت بقى طريقة المشايخ؟ طيب. أي ليس تحريم تناولها لاحترامها وتعظيمها. فالمراد من الحرمة الاحترام والتعظيم، لا الحرمة الشرعية. وهذا القيد لإخراج ميتة الآدمي كما سيذكره الشارح. يبقى هذا القيد للإخراج مش للإدخال. أخرج ميتة الآدم، فإنها وإن حرم تناولها لكن لحرمتها. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولا لاستقدارها. برضو قيد تاني اهو، كل ده قيود عشان يعرف لك ايه. كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في بدن أو عقل. كل هذه القيود بتخرج حاجات وتدخل حاجات طول ما انت ماشي. ولا لاستقدارها، اي وليس تحريم تناولها لاستقدارها. ايه يعني قذرة؟ يعني تقول عليها يع بلغة المصريين، اي حاجة تقول عليها يع تبقى قذرة. فهمت ازاي؟ واحد بيكلمك تفتف عليك، تقول له يع ايه ده؟ اتكلم من بعيد يا اخي. يبقى الريق قذر، لانك انت قلت عليه يع، صح؟ حتى ما تحب تهزأ واحد تقول له هتف عليك، حرام طبعا، لكنه ما يقبلش هذا، لانك انت كده بترميه بالقذاره، مش كده برضو؟ او هنف عليك، ايه ده هتنف عليا؟ ده يبلغ فيك البوليس، واخد بقى؟ مع ان النفافه طاهره لكنها مستقذره، مش كده برضو؟ يبقى قال لك لا لاستقذارها، يخرج الحاجات اللي هي طاهره لكنها مستقذره. لو ما قالش لا لاستقذارها كنا دخلنا الريق والعرق والدموع والنخامه، كل ده دخلناه في النجاسات، وهو مش نجس، هو عايز يخرجه من النجاسه، فقال لك لا لاستقذارها. شفت ذكاء المشايخ؟ اي وليس تحريم تناولها لاستقذارها. وهذا القيد لاخراج المني برضه، لان المني مستقذر، واحد يلاقيه على هدومه كده يقرف، ويبقى ماسكها من طرف ايده كده عايز يغسله، مع انه طاهر، طاهر بس مستقذر، مش كده برضه؟ طيب. ونحوه، ونحو المني زي ايه؟ من المخاط والبزاق، المخاط اللي هو يخرج من الانف، والبزاق اللي يخرج من الفم. لكن القيء نجس لانه ده خارج من المعده، ده براز ضل الطريق، القيء ده براز بس طلع من فوق،
واحنا قايلين ان ايه، ان الارواس كلها نجسه مش كده برضو؟ حتى القيء ساعات يخرج كده تلاقي ريحته وحشه ومتغير، يبقى نجس، يبقى القيء نجس. تيجي الام تقول لك انا ابني بيقشط عليا وانا بكرعه، الاشط ده نجس لانه تغير بعصاره المعده مش كده برضو؟ يبقى ما تيجي تكرع ابنها او بنتها تحط حاجه على كتفها كده وهي بتكرعه عشان لما يقشط يقشط على الحاجه دي، تروح رميها بعد كده وتقوم تصلي تبقى عارفه النجاسات مش كده برضو؟ فخرج المخاط والبزاق كما سيذكره، فإنه وإن حرم تناوله لكن لاستقذاره فليس بنجس، ومحل حرمة تناوله إذا خرج من معدنه. فإن لم يخرج المخاط من معدنه وهو الأنف، معدن اللي هو المكان اللي بيتكون فيه أصله، طول ما هو موجود في أصله مالكش دعوة بيه. ما هو انا شايف يعني المخاط اللي جواك، ولا انت شايف المخاط اللي جوايا؟ خلاص طالما في معدنه مالناش دعوه بيه، لا هنستقذره ولا هنقول حاجه. ماشي كده نازل من سقف حلقك من ورا خالص ونازل بلعته، مالناش دعوه بيه. فهمت ازاي؟ عادي زي واحد عنده برد، كحه، جيوب انفيه، او شغال وساعات كده يتنخم ويروح ناخع نخعه ويروح بالع وشغال، مع السلامه، مالناش دعوه بيه لانه في معدنه. فهمت؟ في معدنه. ده اسمه قلس. قلس، قلس اللي هو الارتجاع بتاع المعدة أثناء الصلاة. يقطع الصلاة. وهل ينقض الوضوء أم لا؟ لا ينقض الوضوء عند الشافعية، ولكن يجب المضمضة لأنه نجس، تنجس منه الفم. إن خرج أمام مخرج الحاء، فإن كان بعد مخرج الحاء خلفه. وفي ناس يقول لك الخاء، وأدق الخاء. يعني ورا الخه دي خلاص سيبه في حاله، ولا يقطع الصلاة ولا حاجة. إنما جاء قدام قدام الخه خرج وحسيت بطعمه في فمك، يبقى تنجس فمك، تقطع صلاتك وتروح تتمضمض وتصلي تاني تعيدها. عند الحنابلة تتوضى من أول وجديد، القلس عندهم ينقض الوضوء كالقيء ينقض الوضوء، كذلك عند الأحناف القيء ينقض الوضوء عند الأحناف، لأن عندهم خروج النجاسة مطلقا من أي مكان ينقض الوضوء، فإن خرجت من جرح كدم انتقض الوضوء عند الأحناف لأن الدم نجس، وخرج من ما إيه؟ من جرح تنجس، يبقى إيه؟ يبقى خروج نجاسة يبقى انتقض وضوء. الشافعية لا، الخروج من المخرج المعتاد بس هو اللي ينقض الوضوء، لكن من غير المخرج المعتاد لا ينقض الوضوء. فهمت؟ يبقى القيء يقطع الصلاة لكن لا ينقض الوضوء. تقوم تتمضمض علشان يتطهر فمك. خلينا هنا لما نخلص. يعني سبب حرمة تناولها. السبب اللي خلينا الحتة دي حطيناها في مكان الحرام. مش الحرام ده مكان؟ حطيناها في وسط الحاجات المحرمة. ليه المحل ده حطيناها في المحل ده؟ ادي معنى محل. ومحل حرمة تناوله إذا خرج من معدنه، يعني إمتى أقول عليه حرام؟ إذا خرج من معدنه. فإن لم يخرج كالمخاط من معدنه وهو الأنف، ولا البزاق من معدنه وهو الفم، لم يحرم تناوله. يعني طول ما إيه، ما المخاط في فمك، في أنفك، عملت كده ورحت إيه بلعه خلاص. ايه يعني؟ طول عمر المسلمين بيعملوا كده، ما حدش قال لهم كده غلط. صح؟ ما حدش قال له كده حرام تناوله ابدا، ما جراش حاجه لانه لسه في معدنه. انما تصور راح نزل على ايه؟ على شفايفه، يروح مطلع لسانه تقول له ايه القرف ده؟ صح؟ اهو ايه القرف دي؟ يعي دي، هي دي الاستقذار. هي دي بقى الاستقذار، تقول ايه القرف ده يا اخي؟ ايه ده؟ دي طريقه. صح؟ ادي معنى بقى ايه، خرج من معدنه فيحرم تناوله، او في معدنه فلا يحرم. فهمت كلام المشايخ؟ معلش، ما احنا لازم ندي لك بعد، اصل على فكره الجراحين ما بيقرفوش، يعني احنا ممكن نقول الكلام ده كده واحنا بناكل. تعال اتفرج على جراحين كده قاعدين بياكلوا ويتكلموا، يا ما تقدرش تبلع لقمه معاهم، قاعدين يقولوا عك وقاعدين ياكلوا عادي، والاكل طعم قوي ويتكلموا. لا
لكن اللي مش متعود على المهنه بتاعتنا دي كل شويه يقول لك يا ويقرف وماشي كده عامل ايديه كده اهو ورافع ايديه ورافع ديله لانه مش متعود. معلش فالحكايه كلها تعود، الحكايه كلها تعود. انت بتلاقي الست من دول قاعده بتربي عيالها والواد برابيره نازله واللقمه طالعه من الدراع تروح ماسحه برابيره في اللقمه واخدها من بقه واكلاها. مش بتحصل الام بتعمل كده في بيتها؟ بتعمل كده في بيتها. انت بتتفرج على المنظر تقول ايه القرف ده، لكن هي مش شايفاه قرف لانه دي هي في تربيه العيال طول النهار، دي مهنتها ما بتقرفش منها. مش كده برضو؟ تقوم من وسط الاكل الواد ايه هتغير له، ترمي له البامبرز وتغيره وتروح بعد كده تكمل الاكل. هنا يعني مفيش حاجه. لانها مهنتها، ربنا ميسر لها مهنتها يا سيدي. فمعلش استحمل شويه. كل ده يحرم امتى؟ اذا لم يقصد التبرك كمخاطوه ليه. يجيزون العلماء المسلمين على مر العصور تشرب مطرح ايه؟ واحد صالح. راجل صالح كبير كده وراجل اهتم وبتاع ويجي يشرب يريل. لكن راجل صالح حافظ القران ولي. تبقى عايز تشرب مكانه. ما حدش يقول لك ده حرم تناولها يا اخي. ليه؟ لان يقصد التبرك. فيجيزون ذلك لقصد التبرك باثار الصالحين. شفت القيود كل دي علشان يعلمك الدنيا ماشيه ازاي؟ عملوا كده مع ايه؟ مع الصحابه. وعملوا كده مع مشايخهم على مر العصور. كان الشيخ اللي يحفظ العيال القران من دول يبقى الشيخ قاعد بيفرج بين صوابع رجليه وبعدين الواد يجيب اكل يقول له يا عم الشيخ والنبي اكلني بقي. يروح شايل ايده من بين صوابع رجليهم اكلني، ما يقرفش من شيخه. ما انا بكلمك جد. ليه؟ لانه الشيخ بركه. ده راجل حافظ القران، ده راجل بركه. وبعدين لما يحفظ القرآن يقول عارف أنا كل سر حفظ القرآن عشان الشيخ شربني مكانه ودعالي، من ساعتها حفظت القرآن. في ناس كتير تقول كده، مش كده برضو؟ مجربة الحاجات دي، ما يجراش حاجة. وإذا لم يقصد التبرك كمخاط ولي وبزاقي فإنه يجوز تناوله تبركا به وما لم يستهلك في نحو ماء. طب افرض استهلك في نحو ماء، يعني أنا بشرب والشيخ لما بيشرب ساعات بيختلط ريقه ببقايا الماء، فاختلط هنا استهلك في بقايا الماء. تبص تلاقي ايه الناس بعديه يروحوا واخدين يشربوا مكانه. ما حدش يقول لهم ايه ده مستقذر، لا، لاننا في هدف اخر، هدف مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان بيحنك المولود؟ يحنكه ازاي؟ والتحنيك مش خاص بالنبي، كل صالح يحنك على مر العصور. بياخد تمره يلوكها وتختلط بريقه وياخدها على صباعه ويمسح بيها شدء الصبي الطفل اول ما يدخل في جوف الصبي اللي هو ريق الولي مع التمر. يقوم العيل من دول يروح متلمضه ويرضعه ويروح بلعه، يقول لك عشان يحصل له البركه. او انا لا يحرم تناولها. ليه؟ لان في غرض التبرك. لان اولا ليست نجسه مبدئيا، الاولان ليست نجسه، دي طهر. بس هي في العاده مستقذره، في العاده في الغالب الا في استثناءات. مطرح مراتك مش هتقرف منها، مطرح ابنك ما تقرفش منه، مطرح شيخك، مطرح ابوك تلاقي نفسك ما بتقرفش منه، مش كده برضه؟ لكن مطرح واحد غريب ما تعرفوش يمكن تقرف منه، خلاص ما يجراش حاجه، حكايه سهله. فهو بيراعي كل هذه الظروف. يبقى التعريف عايز يراعي لك كل هذه الظروف عشان يغطي كل هذه المواقف. النبي لا يستقذر منه شيء، من استقذر شيء من النبي كفر مش عصى. لكن اللي استقذر شيء من الولي يعصى لكن ما يكفرش. فهمت ازاي؟ يقول لك يا راجل طيب صحيح بس ريحته وحشه، ايه ده؟ يعصى هنا. ليه؟ لانه عيب. شوف الرسول بيقول رب اشعث اغبر اذا اقسم على الله لابره. شفت كلام النبي؟ يعلمك وفي نفس الوقت يخليك بينك وبين نفسك، ما تخليش الناس تقرف منك، ما تاكلش توم ولا بصل وتخلي ريحتك وحشه، ويقول لك نظف نفسك واستحمى والبس لبس نظيفه. يعني هو بيعلمك فينك وبين نفسك تبقى نظيف عشان الناس ما تقرفش منك. وفي نفس الوقت الناس لما تتعامل مع بعضهم البعض ما يقولوش يا قرف ده ويقرفوا من بعض ويقوموا يخسفوا بعض. مفيش الحكايه دي. استهلكت يعني ما بنتش، يعني الرياله بتاعته نزلت في الميه وتبص للميه تلاقيها رايقه كده مش شايفها واقفه بتلف كده زي الدوده. زي الدوده شايفها مش شايفها استهلكت. دي حاجة سهلة. ها؟
لا لازم اعرفها له بطريقه تقرفه علشان ما ينساهاش ابدا، عشان يحرم بعد كده. انا قاصد، لان الجدع ده عنده شويه وسوسه، فانا عايز اخلعها منه. تعال اشتغل معانا شويه. والا جاز تناوله لاستهلاكه، وما لم يقصد به الاستلذاذ كريق حليله. لما يجي بيقبل مراته ممكن يختلق ريقه برقه، ما يضرش، مش كده برضه؟ والا جاز. ونفي الاستقذار في هذا التعريف لا ينافي ثبوته في قولهم مستقذر يمنع من صحة الصلاة، حيث لا مرخص في التعريف الثاني. في التعريف الثاني للنجاسة قال لك كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، قال لك المستقذر هنا بالمعنى الشرعي مش بالمعنى العرفي، بالمعنى الشرعي. مستقذر هنا بالمعنى الشرعي مش بالمعنى العرفي، عشان يخرج الريق والمخاط والبزاق اللي هو مستقذر عرفا لكن مش مستقذر شرعا. فهمت كلام المشايخ؟ طيب. لأن المنفي الاستقذار العرفي والمثبت الاستقذار الشرعي، على أن قولهم لا لاستقذارها لا يقتضي أنها ليست مستقذرة، بل إن حرمة تناولها ليست لأجل استقذارها وإن كان ثابتا. القيد الأخير ولا لضررها في بدن أو عقل، ولا لضررها في بدن أو عقل. كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مش كده برضو؟ في حالة الاختيار لا لاستقذارها ولا لحرمتها. لو وقفنا كده هيخش كل نبات ضار في النجاسات، نبات سمي مش كده برضو؟ هتلاقيه دخل، لان النبات السام عين، يعني يرى، يحرم تناوله على الاطلاق لانه يضر، مش كده برضو؟ في حالة الاختيار لا لحرمته ولا لاستقذار. لكن النبات طاهر فعايز يخرجه من النجاسات، فقال لك ولا لضررها في بدن او عقل، عشان يخرج النباتات الضارة وهي طاهرة. يبقى ده قيد للإخراج، مش كده برضو؟ قيد للإخراج. فاهم كلام المشايخ؟ لأنه لو ما كانش قال لا لضررها كان دخل كل ما هو ضار بالبدن كالسموم المختلفة وهو طاهر. فهمت المسألة بقى؟ هو عايز يعرف النجاسات. يعني أنا ممكن أبقى شايل أفيون في جيبي وأصلي، لأن الأفيون ضار بالبدن وبالعقل ويحرم تناوله كثيره مش على الإطلاق ولكنه طاهر. فلو ما قالش لا لضررها يدخل في النجاسة، يبقى اللي يحط أفيونه في جيبه يجي يصلي صلاته باطلة، ويجي دكتور التخدير حاطط أمبولات المورفين في جيبه قبل ما يخش يعمل عمليات نقول له كده صلاتك باطلة اللي صليت بيها وانت أمبولات المورفين في جيبك، لأن ده انت شايل كده أفيون. لا، يبقى خرجت، يبقى طاهرة. صلي وأنبول المورفين في جيبك ما يهمكش، صلي وانت ظابط الحشيشة في جيبك وحطيتها في جيبك وظبطت الحشيشة من العيال اللي قاعدين في البطنية، وانت ظابط بقى، ظابط مباحث، مبروك عليك. وبشريطين ولا بنجمتين؟ بنجمتين. دخلت على البطنية لقيت العيال قاعدة تشرب الحشيش، قوم يا واد انت، وهو رحت واخد البتاع حطيتها في جيبك، سمعت أذان العشاء بيدن في الأزهر، حطها في جيبه على ما يحرزها، قال لما اصلي العشاء يخش يصلي والحشيشه في جيبه، ما يضرش لانها طاهره، طاهره. لكن ظبطهم في ايدهم ازازه خمره مسكها، فهمت ازاي؟ ما ينفعش يخش يصلي وهو شايلها لانها نجسه، ما ينفعش يصلي وهو حامل نجاسه. فهمت المساله بقى؟ لازم الواحد يميز بين دي ودي ودي. علبة السجاير إذا كانت منقوعة في خمور، زي ما بيقولوا إن التبغ بينقع في بعض الخمور، يبقى هذا التبغ نجس، يبقى لو صلى وعلبة السجاير شايلها بطلة صلاة. لو صح ما قالوا إنها إن التبغ ده بينقع في بعض الخمور فيبقى يتنجس، لكن لو ما بيتنقعش في الخمور يبقى التبغ ده طاهر نبات، يصلي وهو شايلها في جيبه خلاص لا بأس. سهلة. سبرتو اللي هو الكحول، سبرتو نولتو.
فالكحول عندنا عند الشافعية لأنه يسكر يبقى نجس نجس، وعند الأحناف إذا كان مستعمل للطب للتطهير ولم يستعمل للشرب يبقى طاهر. سهلة، بيقول ولا بول، ما احنا قلنا القشط طالما تغير بعصارة معدته يبقى نجس، بيبان من ريحته يبقى نجس. ايوه لا، هو بول الصبي الذي لم يطعم الا اللبن برضه نجس، لكن كيفيه تطهيرها بالنطح مش بالغسل، لكنه نجس بوله برضه، لكن يطهر بالنطح لا بالغسل، مش محتاج غسل لكنه نجس برضه. فهمت ازاي؟ طيب، ولا لضررها في بدن او عقل، اي وليس تحرمها لاجل ضررها في بدن او عقل، وهذا القيد لاخراج الحجر والنبات المضرين بالبدن او العقل كما سيذكره. فالحجر والطين والنباتات السمية المضرة بالبدن طاهرة، كلها طاهرة ومش داخلة في النجاسات. فهمت ازاي؟ وكذلك المضرة بالعقل كالافيون والزعفران والبنج والحشيش وجوزة الطيب، فظهر مما قررناه ان بعض القيود للادخال وبعضها للاخراج، ودخل في الاطلاق. اما بيقول حرم تناوله على الاطلاق فيدخل في الاطلاق كلمة الاطلاق القليل والكثير، اي ودخل في النجاسة بسبب الاطلاق عن التقييد بقلة او كثرة، وقوله قليل النجاسة وكثرها، فيحرم تناول الشيء اليسير من النجاسة كقطرة بول والكثير منها كإبريق بول. وهذا لا ينافي أن هذا القيد للإخراج، لأنه خرج به ما لا يحرم إلا كثيره كما مر، وخرج بالاختيار الضرورة. أما بيقول في حالة الاختيار خرج الضرورة، لأن في الضرورة ممكن تتناول الميتة وهي نجسة. فهمت إزاي؟ أي خرجت الضرورة عن التحريم كما هو صريح قوله، فإنها تبيح تناول النجاسة فلا ينافي. أنت سمعت الرجل اللي هو كان إيه أكسم ده، اللي كان لما في الزلزال بتاع 91 ده قاعد يشرب بوله، ده في حال الضرورة، ما تقولوش إزاي أنت بتتناول نجاسة بقى، لأننا إحنا قايلين النجاسة تحرم تناولها إمتى؟ في حالة الاختيار، وده كان في حالة الضرورة زي الميتة، خلاص سيبه في حاله بقى، هي نفسه سمحت خلاص هو حر. وخرج بالاختيار الضرورة، أي خرجت الضرورة عن التحريم كما هو صريح قوله، فإنها تبيح تناول النجاسة فلا ينافي أن هذا القيد للإدخال، لأنه أدخل في النجاسة الميتة وإن أبيح تناولها في حالة الضرورة. وكلمة وبسهولة التمييز، أي وخرج بسهولة التمييز عن الحرمة فلا ينافي أن هذا القيد للإدخال كالذي قبله، فالمراد الخروج عن الحرمة لا عن النجاسة، يعني خرج عن تحريم تناولها اللي هو إيه في حالة صعوبة تمييزها فيخرج، لكن لما يسهل تمييزها يحرم. فهمت إزاي؟ كالدود، أكل الدود أي مع ما هو فيه من جبن ونحوه لا وحده، لكن لو أكله لوحده الدود اللي في الجبنة أكل لوحده حرام، لكن كله في وسط الجبنة معلش لصعوبة التمييز. وقوله الميت خرج به الحي فهو طاهر لا نجس، مش بيقول أكل الدود الميت، لكن الدود الحي طاهر، لأن كل حي طاهر إلا الكلب والخنزير، كل حي طاهر إلا الكلب والخنزير، فسهل، فهو طاهر لا نجس. وقوله في جبن بضم الجيم، وقوله أو فاكهة أي كتين، وقوله ونحو ذلك أي كالفول والمش. قوله وخرج بقول لا لحرمتها، أي لا لاحترامها وعظمتها كما مر. وقوله ميتة الآدمي، أي ولو كافرا ولو مرتدا فإنه محترم من حيث ذاته إنه آدمي، وإن كان غير محترم من حيث الردة، يعني محترم الدم، يعني دمه مهدر لكن ميتته محترمة. أو الحرابة،
قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فيدخل الكافر والمؤمن. وقوله وبعدم الاستقذار أي وخرج بعدم الاستقذار عرفا كما تقدم. وقوله المني أي إلا مني الكلب ونحوه كما سيأته. وقوله ونحوه أي من المخاط والبزاق. وقوله وبنفي الضرر أي وخرج بنفي الضرر. وقوله الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل أي كالنباتات السمية والأفيون والزعفران والبنج وهكذا، فكلها طاهرات بالرغم ضررها للبدن والعقل، ويحرم تناولها ولكن ليس لنجاستها بل لضررها، وعشان كده قال لا لضررها ببدن أو عشان يخرجها. ثم ذكر المصنف ضابطا أي قاعدة كلية في قال المحشي نقلا عن شيخه، المحشي اللي هو البرماوي كان عمل حشية قبل الشيخ البيجوري، فلما يقول قال المحشي ما تقراش المحشي، المحشي اللي هو عمل حشية، والله مرة اسمها دواء يقول قال المحشي، يعني حاجة يعني احنا قاعدين في المطبخ. قال المحشي نقلا عن شيخه في جعل ذلك من الضوابط بحث ظاهر، ولعل وجه البحث أنه ليس جامعا لجميع أفراد النجاسة حتى يكون من الضوابط ويجاب عنه بأنه ضابط لنوع منها، كما يدل عليه قول الشارح ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر. فابتدى يقول بقى وكل مائع خرج من القبل والدبر، هيبتدي بقى ايه يدي لك أنواعها بقى، وكل مائع، وهنبتدي بقى بالحته دي ان شاء الله من يوم السبت القادم ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خير.